بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دلوقتي هنعمل حديث مع الدكتورة شيماء طه بخصوص حملة 100 مليون صحة. الكلمة من معاليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك. أعرف حضرتك بالنسبة للسادة المشاهدين. أنا دكتورة شيماء طه مدير رعاية أساسية إدارة بسيون. طب كلمة سعادتك لأهالي بسيون عشان حملة 100 مليون صحة. هي الحملة 100 يوم صحة، حملة رئيس الجمهورية من ضمن المبادرة الأساسية اللي هي مبادرة 100 مليون صحة. الحملة دي الهدف منها إن أنا في خلال 100 يوم أركز إن أنا أوصل لكل الناس جوه البيوت. مستهدفي اللي أنا عايزة أوصل له كل الناس اللي عندها أمراض مزمنة، والناس اللي هي ممكن تكون تعبانه وعندها مشكله صحيه وهي مش مكتشفاها. تمام. فاحنا المفروض التحاليل اللي احنا بنعملها للناس تحاليل السكر العشوائي والضغط، تحاليل ليبيد بروفايل كامله اللي هو الدهون الثلاثيه والكوليسترول، وظائف الكلى. وفي كمان مبادره اللي هي دعم صحه المراه، فحص الثدي. الهدف منها برضو انه انا اكتشف مبكر اي حاجه لا قدر الله، عشان حضرتك عارف طبعا انه سرطان الثدي بالذات في العشر سنين الاخيره نسبته زادت جدا، والست ما بتكتشفش ان هي عندها سرطان الثدي غير ما بيوصل في مراحل متاخره بيبقى علاجه صعب. فالهدف من المبادره عندنا برضو اللي هي دعم صحه المراه ان انا اكتشف الحاجه دي في مراحلها الاولى، بيبقى باذن الله لازم الشفاء 100%. وبتتحول بتعمل البريست سونار وبتعمل ماموجرام وبنكتشف الحاجه اللي عندها دي وهي لسه حاجه لا تذكر، فان شاء الله الشفاء بتبقى 100%. المبادره برضو مش بس التحاليل ولا دعم صحه المراه، كمان للام والجنين. مبادره الام والجنين دي برضو بتستهدف انه اي سيده حامل بعمل لها فحوصات وتحاليل عشان برضو لو لا قدر الله في اي حاجه في البدايه اكتشفها. وكذلك مبادره سمعيات للاطفال حديثي الولاده. بيتعمل لهم فحص سمع باحدث اجهزه بحيث ان لا قدر الله الطفل ده محتاج حاجه تتعالج ويتلحق برضه وهو لسه مولود. لانه برضه كانت الاطفال ممكن ما يكتشفش عندهم مشاكل السمعيه دي غير بعد سن معين يكون العلاج وقته فات. بس يعني ده باختصار. وهي المبادره موجوده في 13 وحده صحيه، الوحدات الكبرى ارانشو، كتامة، ابو حمر، نجرين، كتامة، موجودة في رعاية النمو والطفولة اللي هي في مجمع المستشفيات، مركز طبي كفر جعفر، الفرستة، كل الأماكن دي بتقدم الخدمات اللي قلت حضرتك عليها. وبرضه في فرق متنقلة بتتنقل في المصالح الحكومية علشان تسهيلا على الموظفين، عشان حضرتك برضه عارف إن الناس الموظفين في المصالح الحكومية طبعا شغلهم من 8 لحد 2، فمش هيبقى في وقت إن هو لما هيروح هيكسل ينزل يحلل أو يروح المكان اقرب مكان ليه يعني. فعشان كده برضه في فرق متنقله بتروح المصالح الحكوميه كل مسؤول ان شاء الله. طب حضرتك يعني في اوراق معينه مثلا مطلوبه ولا هو بطاقه فقط؟ بطاقه فقط، الرقم القومي بس. طب والحمله دي بتغطي كل المواطنين ولا يعني ناس معينه ولا كل المواطنين؟ لا، كل الفئات. كل الفئات. كل الفئات. احنا شاكرين الفضل لحضرتك وبالتوفيق باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.